السلام عليكم. 9 نقاط تساعدك في القضاء على الخوف والتوتر. عندما أتكلم هنا عن الخوف، فأتكلم عن الخوف من عمل شيء ما، الخوف مثلا من تغيير الوظيفة، الخوف من بداء مشروع ما، وهكذا. النقطة الأولى الاسترخاء. الواحد يجب أن يتعلم كيف يسترخي، كيف يستريح يوميا لدقائق بس، 3 دقائق 4 دقائق ما في مشكلة، لكن لازم يفضي دماغه، ما يفكر بأي شيء، يوقف ماكينة عقله ويوقف عن التفكير تماما. النقطة الثانية الرياضة. هون بحكي عن رياضة خفيفة، شو ما كان، مشي ربع ساعة ثلث ساعة، استنشاق هواء نقي باستمرار، شوية تمارين رياضية داخل البيت، شوية حركة. أحيانا ممكن تمارين رياضية ب5 دقائق تداوم عليها مثلا صبح وظهر مساء، أو مثلا يوميا صباحا تغنيك عن الجيم. لازم تآمن بنفسك، تآمن بقدراتك، يكون عندك ثقة بالنفس، ما تخلي انتقاد الآخرين. الناس وظيفتها الانتقاد، دائما وظيفتها الانتقاد، مش راح تعجب الناس كلها، فتخليش انتقادات الناس تسيطر على مشاعرك وأفكارك وتأثر فيك. النقطة الرابعة مهمة جدا، اللجوء إلى الله، التوكل على الله حق توكله. أي وقت بيجيك خوف، بيجيك توتر، استعين بالله، توكل على الله، ادعي الله، اقرأ وردك من القرآن الكريم، صلي، توضأ، ادعو ربنا فبترتاح. مواصلة التعلم، هاي هي النقطة الخامسة. دائما بدك تواصل التعلم من المهدي إلى اللحد، ما تحكي إنه خلاص أنا اكتفيت، عندي ما يكفيني، لا، بدك تظلك تتعلم، حتى تظلك دائما تتعلم كل شيء جديد، كل تكنولوجيا جديدة بتخص مجال عملك أو مجال دراستك، حتى تظلك يقظ دائما باستمرار، وظلك دائما ذهنك حاضر. النقطة السادسة، لازم تكون محاط بمجموعة من الناس أو مجموعة من الأصدقاء، نقدر نسميهم فريق دعم. هذول الأصدقاء الإيجابيين اللي دائما بيشجعوك، دائما مثلا إذا حكيت لهم والله اليوم ما بقدر أعمل هالشغلة هاي، يحكوا لك أوكي. مش إنه دائما تضيع حياتك، تضيع شبابك، تضيع وقتك، وأنت ترد على تلفون محاض وتحكي محاض عن أشياء غير مفيدة وغير صحية. لا، لازم الأصدقاء هذول يدعموك إيجابيا حتى توصل إلى القمة. النقطة الثامنة، السابعة آسف، إنه الأولويات، بدك ترتب أولوياتك. للمهتم أكثر في فيديو بنفس القناة عن ترتيب الأولويات، بإمكانكم تشاهدوه. لازم تختار أولوياتك أولا بأول، ترتبها بتركيز وتنجزها هيك بهالطريقة بصورة أفضل من إنه أنت ضايق تهدر وقتك، تقفز من أولوية لغيرها. لازم تنظم أولوياتك. النقطة الثامنة، حاول دائما تستخدم عقلك الابتكاري الإبداعي وتبتكر طرق جديدة لإنجاز المهام المطلوب منك تعملها. دائما حاول تكسر الملل، إنك تعمل الشغلة بطريقة شوي مختلفة، ودائما هذا الإشي بيساعدك كمان عن حتى تنمي ملكة الإبداع عندك. دائما ابحث عن طريقة مختلفة لكل مرة تؤدي نفس النتيجة أحيانا أو نتيجة أفضل، فهذا الإشي بيساعد كثير كثير. النقطة التاسعة والأخيرة، ترحب بالتغييرات، ما تخاف من التغيير. التغيير بشكل عام إشي كويس، بشكل عام لازم ترحب فيها، اعتبرها تحديات جديدة. ما تعتبر أي تغيير هو تهديد إليك وأنا بخاف من التغيير، لا، اعتبره تحدي، وإنت قادر، ثقتك بنفسك وتوكلك على الله واستخارتك لله، قادر إنك تمضي وتنجز هذا التحدي وتفوق فيه. هاي هي 9 نقاط بتساعدك على القضاء على الخوف، الخوف من انك تعمل اشي، تبدأ مشروع، تكمل دراستك، تغير تخصصك، تغير وظيفتك، تبحث عن عمل، تبدأ اي اشي جديد، وكمان بتقل من التوتر المصاحب لهذا الاشي. بتمنى ان شاء الله تساعدكم، وما تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا في اللايكات والكومنتات.